السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان كنتواجدوا في مدينة جديدة، جماعة الحوزية الإخوان. كاين هاد لابتيت فيرم هادي اللي فيها 1000 متر، فيها المنزل، البير، الماء، على الشانطي الإخوان، 7 كيلومتر من مدينة جديدة. كاين هاد لابتيت فيرم ما شاء الله، اللهم بارك. كاينة كل دايرة بالصور، كل دايرة بالصور الإخوان. وبالنسبة كاين الشجرات هنا، الأنواع ديال لي فروي. كاين باب كبير وكاين باب صغير ما شاء الله، الله ما بارك. والدخله هي هذه، كما قلت لكم راه كلشي تيتري. المنزل اللي فيه تقريبا 140 متر للبنيه. كلها تبارك الله دايره بالصور، الله ما بارك. الدخله ديال الطريه هذه دي. على بركه الله. بالنسبه للبير راه فيها، البير راه كاين، والمدينه الدوله راه كاين، طافوسيبتي كافي كاينه، الشجيرات كاينين الحمد لله، كل حاجه منا شويه. والبير الاخوان راه هو هذا، القول معنا 50 متر زادوا 10 متر، الماء الكافي اللهم بارك. هنا واحد لوكال، كاين طواليط على برا. كلها دايرة بالصور. كما قلت لكم تقريبا 1000 متر كاين هاد التراس هذا. وهاد البلاصة هادي فيها لي فروي، كيما قلت لكم راه جات على الشانطي على القدرون. بالنسبة للضوء الإخوان راه ما دخلتش الضوء، بوطو حداك، البوطو هداك كتجيبها شادة الربط من الجامعة وكتدخل في الضو ديالك على بركة الله. مطبخ، نحل لكم الباب من جهة أخرى باش تشوفوا كلشي إن شاء الله على بركة الله. بسم الله. كاين صالون الإخوان، اللهم بارك. صالون، كاين صالون تاني، البلافون تبارك الله ما شاء الله. التواليت، حم دوش عزكم الله. كاين هذا الشومبر الاول لي فيتري الكتريك، كاين الشومبر الثاني بلاصة لي بلاكارات. كاين طواليت او واحدة اخرى. كيما وريت لكم في الاول مطبخ على برا، نطلعو نشوفو السطح. السطح هو هذا، والصور عالي ديال السطح. ممكن تزيد هنا لامواتي ديال التراس، النص ديال التراس يتبنى. دابا شوفو الإخوان راه 7 كيلومتر من مدينة جديدة، جماعة الحوزية. الإخوان كما قلت لكم المساحة اللي فيها 1000 متر، فيها المنزل اللي فيه تقريبا 130 متر اللي فيها. بالنسبة للثمن 110 جنيه، قابل للنقاش. يلا تبارك الله عليكم الإخوان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.